كابتن احمد وعلي بينشفوا هدومهم ساعتها. طب يلا استعجل. حاضر بسرعه. هاي فتحي. لا مش عارف ارجع انت. طيب فتحي امن الناس اللي عندك وتوكل انت على الله، بس ما تطولش في الاداره يا فتحي. تمام ماشي يلا سلام. دولهم فين؟ كانت هنا بس مش عارفه راحت فين. جيبهم بلاي. يلا عطل عينك على الباب، دولهم ما تخرجش منه، فاهم؟ اوامرك يا باشا. خرجت من عندك؟ لا يا باشا ما خرجتش. هنا. ما انا عارف. ما قلتيش ليه سيادتك؟ يعني ما بترديش على التليفون ليه سيادتك؟ ما سمعتوش، بعد الناس كلها كانت بتصرخ. وركبت البتاعه دي من غير ما تقولي لي ليه؟ بقول لك ليه، احنا في الملاهي والبنت كانت عايزه تلعب اللعبه دي. ما ينفعش كده سيادتك، كان لازم تبلغيني وانا اقول لك اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. على فكره انت بتحرسني مش قابض عليا. مظبوط، بس احنا بنعمل كده عشان خاطر عمك، قدم خدمه كبيره للبلد ودي مسؤوليتنا، واعتقد ان سيادتك لازم تشيلي معانا المسؤوليه دي. والله هو انا كده بقى، وبعدين اتعب حضرتك شويه، لان اللي انا فاهماه ان حضرتك موجود هنا عشان انا استريح مش عشان حضرتك اللي تستريح. لا لا الاتوبيسات يلا. ستة وتلاتين وصول. ايه اللي حصل؟ مفيش ده. ايه؟ استنى يا عم انت. معقول شريف في حد في الدنيا يعمل كده؟ امال كنت عايز نعمل ايه يعني؟ ولا تعمل اي حاجه يعني؟ كان هيبقى كويس لو جرى لها حاجه. الله، ما حصلش حاجه يا ابني، رحت لقيتها سليمة وزي الفل وبتلعب، يبقى خلاص بقى تلم الدور كده وتخليك شاب لطيف. لكن ازاي؟ لازم طبعا تشد عليها وتسمعها كلمتين، تلاقي كان في ثلاثة أربعة واقفين شافوها وهي بتتهزق. ثلاثة أربعة يا عم فتحي، ده الملاهي كلها كانت واقفة بتتفرج. كمان والله أنت مفتري يا أخي، عايز تهزقها قدام الناس كلها ومش عايزة تزعل. والله حصل بقى. ما حصل بقى، والله أنت ما عندك دم. أنت رايح فين؟ الحقها قبل ما تنام. اقعد بس اقعد، نبقى نصالحها بكره. يا عم تقيل انت الرحمه، مش كده؟ اقول لك خليك انت قاعد. مين؟ انا فتحي يا فندم. يا ترى حضرتك صاحي ولا نايم؟ انا صاحي يا كابتن. كابتن انا بس كنت عايزك في كلمه واحده كده. انا نازله لك. بالنسبه لروهان، حضرتك بالنسبه لنا مجرد شغل وبس، وشريف اختاروا لي المهمة دي لأنه ظابط كفء، ظابط زي ما الكتاب ما بيقول يعني، وهو الحقيقة اتصرف معاكي بشكل مثالي جدا، أو بمعنى أصح أنت بالنسبة له الهدف المرغوب تأمينه. أوكي، بس ده حتى ما اعتذرش عن اللي عمله. هو شريف كل اللي كان بيسيطر عليه ساعتها إنه يحافظ عليك ويأمنك، الراجل كمان عايز يقوم بشغله، عشان كده ما تستنيش منه أي اعتذار، لأنه عمره ما هيفكر يعتذر لك، والمفروض كمان إنه ما يعتذرش. أنا آسف على فكرة عشان زعقت لك يعني في الملاهي.
انا اسف جدا يا مستر روهان، ولا اكنك سمعتي مني اي حاجه خالص. تعرف الواحد بالليل ساعات بيقول كلام غريب كده. وعلشان اكد لك يا سفي، في مفاجاه علشانك. انا اخدت اذن من الاداره انك تكلمي عمي سيادتك. الو الو. ايوه ايوه يا عمي، ازيك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ هو ايه اللي بيحصل؟ خير؟ خير ان شاء الله، بس مش هقدر اكلمك كتير دلوقتي. الناس اللي عندك دول امن عليكي مني في الوقت الحالي. اسمعي كلامهم. حاضر، بس انت طمني عليك. لا انا كويس، ما تقلقيش، وحابه اتصل بيكي بعدين. لا اله الا الله، محمد رسول الله. على فكرة من بكرة كمان الصبح هيكون في نظام جديد خالص للحراسة، مش هيحسس سيادتك بأي خناقة. ميرسي. على إيه سيادتك؟ لو عايزة سيادتك تتصلي بحد تاني أو حاجة. لا ميرسي جدا. سيادتك لو محتاجة أي، لو محتاجة أي حاجة حتى في المرور، حتى يعني أي حاجة سيادتك لو عايزة. ميرسي ميرسي، بس أنا فعلا كنت محتاجة أكلم عمي. ما هو أنا حسيت إن سيادتك نفسها تتكلمي. تلاتة لموني يا عاطف بعد إذنك. يا عاطف اتنين بس. شوف روح شوف ال اتنين. يا عاطف واحد بس يا عاطف. هاي ماهر، صباح الخير. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله انا كويسه. المهم انت قولي لي، ما كلمتنيش امبارح تحكي لي. ما حصلش حاجه يعني. ما حصلش حاجه. يا سلام. طب عيني فينك كده. طب باي بقى. انت مش هتغيري؟ لا بس هروح مشوار صغير كده وجاي على طول. طيب اوكي. احمد علي روبك فوق. انت علي استنى بره. لو سمحتي حضرتك الضبط. فن كنت اسال بس على الاجراءات علشان عين حراسه زي نور. نعم. طب هوضح لحضرتك بس، هو حضرتك يعني فاضي الفترة اللي جاية؟ عايزة حراسة زي نور؟ بص خش المسابقة 0800 وهم هيشوفوا. شريف باشا اهلا وسهلا. اسعد بيه. اهلا وسهلا. منور الدنيا كلها. نور سيادتك. اهلا وسهلا. ما تفضل. ارجو ان ما اكونش ازعجتك. لا خلاص اتفضل. شكرا شكرا. يا باشا اهلا بيك. انا كنت مستنيك والله يا باشا. خير يا فندم؟ خير طبعا. لا ابدا، عشان سوء التفاهم والقصه اللي حصلت بيننا دي. انا كنت اتمنى يا فندم ان ما يحصلش ده في اول مقابله بيننا ومن بعض، بس انا عصبي شويه يعني، ساعات ما بعرفش اتحكم في اعصابي. حصل خير يا سعد بيه. هو اللي حطيتي عليكي؟ انت اللي ماشيه واخده في وشك كده ولا كان في حد قدامك؟ جرايه يا بنت، هو انا مش قد المقام ولا مش عاجباكي؟ في ايه حضرتك؟ هقول لك انا بقى. على فكره يا شريف بيه، انا كل اصدقائي تقريبا معظمهم من عندكم من الداخليه، لواءات ورتب كبيره. انا ما رضيتش اقول لهم على اللي حصل بينا، لاني بصراحه فكرت لقيت الموضوع ما يستاهلش كل اللي حصل. اي والله كده. لا 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 لا، انت رايح شريف بيه؟ انت رايح فين؟ انت سايبه نفسك بقى ولا حد ولا مش لاقي حد ينام؟ في ايه يا حضرتك؟ في ايه؟ ايه يا اخت، في مشكله ولا ايه؟ البيت فردق لها عليا ومش لاقي حد يلمها. يعني ايه؟ احنا اللي مالي. Thank you.
طبعا انت هتقولي كل حاجه مش كده؟ ولو محضرك جاهز اعتبرني مضيت عليه ساعتك. اتفضل يا ست. اما صحيح راجل غبي، هو في حد بيأجر بلطجيه اليومين دول؟ ده موضوع بطل من زمان. هو اساسا الراجل ده متخلف، قبل كده اتخانق مع مدرب السباحه قال ايه عشان زعق لابنه، بس بصراحه لولا الناس اللي معاها كانت نور اتبهدلت. ايوه، ايه بقى موضوع الناس اللي معاها دول؟ دول حراسات خاصه. ايوه ما انا عرفت، بس ليه؟ لا بص، انا مش هينفع اقول لك اكتر من كده، اصل دول محلفين، وبعدين ده انت ممكن تفضح الدنيا وتنشر الموضوع في الجورنال اللي بتشتغل فيه، وبعدين ترجع تسالني عن قصه حياتي، وانا اللي يسالني عن قصه حياتي لازم يتجوزني. لا 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 لا، جواز ايه؟ احنا هنتفق اتفاق، انا هتكلم ولو صح انت ما تعترضيش. نور بنت البشوات محددين اقامتها. ماشي، مترشحه لمنصب مهم؟ ايه، وزيره يعني؟ مش في مصر، امال في ايه؟ منصب ايه يعني؟ حاجه كده في الامم المتحده، اليونسكو. بس صغيره على كلامها، بس برضه بره ما بيهتموش غير بالكفاءه. انا متشكر جدا يا شاهد، ما تخافيش ولا اكنك قلتي حاجه خالص. الجبان هرب بعد ما اخد مني كل اللي عايزه. راجل اهبل قاعد يجر معايا نايم عشان ما اشكش فيه، بس انا قريته والعيال كمان ما استحملوش، بقوا في 8 ثواني. برضه عيال فاهمه يا شريف، قال لك امن الدوله وفي امر اعتقال وشغلانه، ما حبوش يلفوا ويدوروا. شريف باشا. نعم. نورهان هانم عاوزه سعادتك جوه. عايزاني ليه؟ للاسف ما قالتليش. اه عاطف، امر سعادتك. للاسف يا عاطف، انت بتدور مكتب بكره الصبح. عمرك صراحه. الله، ما تقوم يا جدع انت، مالك في ايه؟ سيادتك احنا جاهزين بره. لا انا اقصد يعني من غير القوه والناس اللي معانا دول. سيادتك ممكن انت كفايه؟ ممكن لو سيادتك مصره. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتنين بس يا فندم؟ اتنين بس. هو المطبخ منين؟ نعم يا فندم. المطبخ هناك يا فندم. ليه مخرج على بره؟ ايوه يا فندم. طب احنا ممكن نقعد على الترابيزه اللي قدام. طب اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا الترابيزه دي. هو كده احسن، انا كده كاشف المطعم كله، الواي وات وراكي الطريق داخله، يعني امنين كده بطل وطن. اوكي. هو انتوا مسموح لكم تخرجوا مع الهدف المرغوب تامينه؟ المفروض نكون معاه في كل حته سيادتك. وكلهم يبقوا مشاغبين زي حالاتي كده يعني؟ يعني كم واحده؟ يعني كم واحده؟ ست. لا طبعا، اقصد يعني كم حاله. يعني تقريبا مش فاكر. وكنت بتخرج معاهم طبعا؟ طبعا، زي ما خرجت معاكي كده بالظبط سيادتك. والله؟ طب كويس الحمد لله. اصل شغلتنا دي سيادتك ساعات الواحد بيضطر يعمل حاجات كتيره جدا مش على مزاجه. هو انت جاي معايا غصب عنك؟ لا سيادتك، انا بتكلم على الحالات التانيه. هشوفي سيادتك هتطلبي عندهم منها يا بدر.
عموما لما يبقى الواحد ابوه ضابط زي والدي الله يرحمه بيبقى سهل انه يجيله تعيين في حته مريحه، بس انا حبيت الحراسات لانها فعلا شغله مهمه جدا. يا هو انت بتحب شغلك للدرجه دي؟ اه طبعا. ليه اصلك ما اتكلمتش عن اي حاجه تانية غير الشغل؟ تقريبا كده سيادتك. يعني تقريبا كل وقتك في الشغل، يعني لو بتحب ولا مرتبط ولا خاطب هتهتم بيها ازاي؟ هو انت مرتبط؟ هو بالنسبه لموضوع الارتباط سيادتك انا اصلا ثواني يا حبيبتي يا حبيبتي الحمد لله لا هتاخر. لا 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 ما فتخيت ايه فتحي ايه، بس انا عندي سهر النهارده. المره الجايه بقى. طيب ماشي محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه. مين دي؟ دي والدتي. والدتك بجد؟ اه والله العظيم. عامله لك ملوخيه؟ اه بس هترميها. تعملها حلو؟ شوف سيادتك احسن ملوخيه ممكن تاكلها في حياتك. خساره احنا كلنا كتير قوي مش هينفع ملوخيه او كده هيبقى صعب. ماما زمان كانت بتقول لي مثل شعبي اللي هو وجع البطن ولا كبد الطبيخ. سيادتك هو ده المثل، بس ينفع من غير سيادتك؟ ينفع من غير سيادتك. يلا بينا. مات كل يا حبيبتي كل بقى. انت قاعده في القصر ده كله لوحدك؟ بابا كان اكبر اخواته، وعمي بقى له 10 سنين في لندن، اما عمتي فتعيش انت. وماما كان اصلها لبنانيه وملهاش اخوات. يعني انت عايشه هنا لوحدك من غير قرايب؟ يعني ماما ايه على رايك يا ابني؟ بلاش نعكنن عليها، نغير الموضوع احسن. الله ينور عليك. شريف بقاله اسبوع ملوش سيره غيرك، راحت فين؟ جت منين؟ بتحب ايه؟ ذوقها ايه؟ ما شاء الله حفظك خالص. ماما عكتني عليها احسن. هي دي العيلة؟ اه ما هو زمان كانوا بيحبوا يتصوروا كلهم مع بعض. اتفضل. تقريبا كان عايزين يحسوا ان هم عزوه. انا برضو عندي صوره العيله، بس الواضح ان هم بيعملوها علشان يعرفوا كم واحد انقرض. ما فكرتيش تقدري القصر وتاخدي بداله شقه صغيره كده تعيش فيها على قدك؟ القصر ده بالنسبه لي كل حاجه، لو سبته هبقى خلاص احس ان انا من غير حد، من غير تاريخ، من غير ذكريات. اه الذكريات طبعا مهمه. كنت قريت في الملف انك كنت مخطوب مش كده؟ لا دي كانت حكايه من فتره. هو كان فاكر اني عشان قاعده في قصر وتبقى الحكايه متريشه، بس لما عرف ان انا ما حلتيش غير رايه. رز بلبن بقى قبل ام علي. يا خبر ابيض يا طنطا، كده الرجيم هيبوظ. انت بتصدقي الكلام ده؟ دي اشاعات، دي حاجه تسند القلب وتقويه، ولا انت عيني زي شريف غاوي اكل الشارع؟ يعني انت بتعرفيش تطبخي ولا ايه؟ لا طبعا يا طن بعرف اطبخ. شريف ما هي كويسه هي وبتعرف تطبخ. يلا خلص بقى يا حبيبي. يا ماما الكلام ده مش وقته. ماما مش وقته. احسن برضه خليها بعد ام علي. بعدين يا ماما بعدين. بعدين يا حبيبتي. تيجي في البلكونه. ايه ده كله؟ هو انت مضل؟ احنا بنتمرن على كل حاجه تقريبا. اه بس ليه القلق ده كله؟ الغلطه عندنا بجون على طول، يبقى لازم نبقى جاهزين على طول. صحيح، انت ضربت العيال بتوع النادي ازاي؟ كنت عايز اتضرب ولا ايه؟ لا 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 بس يعني اصلهم كانوا جامدين قوي. عادي. هي دي خطيبتك؟ لا 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 انا مش خاطب ولا مرتبط على فكره. دي كانت جارتنا و دلوقتي متجوزة ومخلفة. شكرا يعني. اه طب انا عايز اعترف لك بحاجة، ممكن؟ طبعا قوي قوي. اتفضلي. فاكر العسكري اللي انت هزقته المرة اللي فاتت؟ العسكري اللي انا هزقته المرة اللي فاتت؟
اللي كان رايح الحمام ده ماله؟ راح فين؟ اجزت يومين، مراته بتولد فقلت يروح يقعد معاها. الحمد لله، اصلي افتكرتك رفضته. رفضته؟ اصل انا يوم بصراحه يعني يوم ما خرجت اجري وانت هزقته انا فضلت مستنيه لحد ما دخل الحمام وبعدين خرجت من وراه، بس بصراحه انا اتضايقت قوي لما انت زعقت له. كنت فاكراني رفضته؟ ده على اساس ان انا شيخ الغفر يا ده موظف في الداخليه. ايه ده، هو انت مش جامد في الداخليه؟ جامد طبعا، بس مش الوزير يعني. بقول لك ايه؟ ايوه. هو انا ممكن اتعلم حكايه الضرب دي؟ ممكن طبعا. اصلي كنت بفكر بعد ما الحكايه تخلص هو كده انتوا هتمشوا صح؟ يعني هرجع اعيش لوحدي تاني؟ لا، مش هينفع تعيش لوحدك. شوفي شركه حراسه او بواب يقعد لك على الباب. ان شاء الله. اظن ام علي وجبت بقى. لا كده مش هينفع يا طنط. طب خلاص، يبقى شويه ساندوتشات مع شاي بلبن في السريع. معلش اصلها بتحب تغذيني يعني. يا ايوه كده يكمل كده معنى الحياه ويبان بقى شو اللي كنت مخبيه. ايوه كده يكمل كده معنى الحياه ويبان بقى شو اللي كنت مخبيه. عينك في عيني ايدك في ايدي بينك وبيني هو ده اللي انا كنت ساكنه وبتمنى. الخبر ده مصدره مين يا فندم؟ تلاقي صحفي عبيط هو اللي مفبرك الخبر. المهم دلوقتي ان الموضوع بقى موضوع اعلامي وجايز جدا مع الوقت يتعرف ان المساله ما فيهاش هيئه دوليه ولا غيره. المهم نسيتك تكون عارف ان الخبر ده ما طلعش من عندنا يا فندم. انا متاكد، لكن بسبب الخبر ده لازم نزود حراسه على القصر. اوامر سيادتك يا فندم. لازم ناكد الخبر ده من غير ما نذكر ايه هي الهيئه الدوليه. السيد واحد حراسات فتحي يا فندم، موقع 36. ابدا يا فتحي. في صحافه هنا عايزين يقابلوا الانسه نورهان. ايه الاوامر سعادتك؟ مفيش احاديث تتعامل معاهم دلوقتي، خليهم ياخدوا معاك بعد الظهر. شفت؟ مبدئيا صحافه. بص يا شريف، بالتنسيق مع نورهان هنأكد موضوع المنصب ده. مفهوم؟ مفهوم يا فندم، بس في حاجه سيادتك. حاجة ايه؟ بيتهيألي يا فندم الأنسة نورهان مش هترضى تعمل ده. ده بمعنى ايه بالظبط؟ الأخبار الغلط والكذب على الصحافة. كذب ايه؟
دي خطة علشان نقدر نحميها كويس. تمام سيادتك، بس أنا أعتقد إن ده هيكون موقفها يا فندم. ساعتها إيه تصرف سيادتك؟ ساعتها إحنا هنأكد الموضوع ده بطريقتنا. ما ينفعش أقول للناس حاجة مش حاصلة، ده يبقى كذب. أيوة بس ده ضروري لأمنك الشخصي. مهما كان حط نفسك مكان الناس، هيكون شعورك إيه لو عرفت الحقيقة بعد كده واتأكدت إنه اتضحك عليك؟ أنت مكبرة الموضوع كده ليه؟ الناس مش هتعرف تفاصيل الموضوع حتى بعد ما ينتهي كل شيء. صباح الفل يا عطوف، ايه الصحافه والاعلام والتلفزيون دول؟ شبانة يا ابني انت مش فاهم اي حاجه، دول صحافه وتلفزيون واعلام. سبحان الله يا اخي، الفيلا دي طول عمرها هس هس، فجاه كده صحافه واعلام وتلفزيون. شبانة ما تدخلش نفسك في المواضيع دي. سلام عاطف، مفيش حاجه بتفضل على حالها ابدا. انا اسف خلاص. قريت النسخة دي من الشياطين ال 13؟ الشياطين ال 13؟ والله ضغط عليها مش لاقيها. نور، احنا بنعمل كل ده عشان خاطر نأمنك، ولو الموضوع اتعرف على حياته للناس، الأمور هتخرج من إيدينا وهيبقى بجد في مشاكل. اطلب مني أي حاجة تانية أعملها لك، بس ما تطلبش مني أكذب. طيب، على الأقل ما تنفيش أي حاجة كتبت، وسيبينا احنا نتصرف. تمام، أنا سشهد، من فضلك حاولي تنسي أي حاجة قالتها لك نور عن الموضوع. أما الموضوع إيه؟ الموضوع زي ما اتنشر النهاردة في جورنال. المهم، أنت قلتي لأي حد على الكلام اللي قالته لك نور في الأول؟ أنا ما قلتش غير إنها بقت شخصية مهمة وعندها حراسة، لكن الموضوع عمها ده لأ. كويس، استمري على كده. هو إيه اللي استمري على كده؟ هو الجدع ده ماله قلب كده ليه؟ مكان لطيف وحلو. فتحي، ماشي الصحافة، خليهم يروحوا المكتب الإعلامي. ايه مش نافع ولا ايه؟ اوكي. معلش يا جماعه، يا ريت تتفضلوا دلوقتي، اي معلومات عايزينها هتلاقوها في الوزاره في المكتب الاعلامي هناك. اتفضل بس لقاء بسيط يعني. ثلاث دقايق. باشا يلا يا ابني من هنا، يلا يلا. ايه اللي موقفه هنا ده؟ يعني 3 4 شهور بالكتير 5 كنا مخلص الموضوع. انت ساكت ليه؟ بقول لك بحبها وكلمت امي وهدخل دلوقتي حدد ميعاد الخطوبه. غلط يا شريف. ايه هو بقى الغلط؟ ممنوع يا حضرة الظبط، ممنوع يكون في اي مشاعر بينك وبين العميل بتاعك، ممنوع اصلا يكون في اي علاقه من اي نوع. ما هي دي علاقه، ده جواز. شريف انت كده مش هتعرف تقوم بواجبك، مش هتعرف تشتغل. ما تقلقش انا بعرف افصل كويس. غلط، مفيش حاجه اسمها كده. يعني انا غلطان؟ ده انا قلت لك مش حكايه غلطان ولا حاجه. يا شريف انا مش بحاسبك، اديني هو قاعد بفكر بشوف حل الحكايه بتاعتك دي. فكر انت بقى على مهلك على ما اخش انا. ايه خش اتقدم واجي لك. اتقدم؟ شريف شريف استنى. شريف شريف في ايه يا شريف؟ مساء الخير، كنت عايز اسالك في موضوع. موضوع ايه؟ احنا مش كنا بطلنا سيادتك دي؟ ده بس عشان الشغل يعني وكده. لا في مشكلة. في ايه يا شريف؟ في ايه؟ في حر، في حر سخونة كده. ممكن نتكلم برا؟ اشمعنى؟ مش عارف مصهد ليه كده، صهد جامد قوي. ما نطلع نتكلم في الهواء برا في نسمة كده. مصهد؟ انا علقت باين ولا ايه بقى؟ نطلع برا مادام مصهد يعني. ها بقى في ايه؟ موضوع خاص الحياة يعني، عشان كده كنت عايز اتكلم معاك فيه. كويس، مفيش سيادتك يبقى بقيت كويس. ممكن ندخل جوه؟ على فكرة محدش هيسمعك لو اتكلمت بصوت واطي طبعا. نور مش ناقصة تهريج، الموضوع فيه جد. في ايه؟ هو انا اصلي اتكلمت مع... طب ممكن نخش جوه؟ في ايه شريف خضتني؟
اجهز الطريق الاخره، اجهز الطريق الاخره، عطل جهاز العربيه. امن المداخل يا فتحي، امن المداخل يا فتحي. احنا جالنا امر بالتعامل. امنوها وجهزوا على اشاره التحرك، علي على الباب. أمني يا فتحي، أمني يا فتحي.